شيخ قراءة المعوذات والإخلاص بعد صلاة الفجر والمغرب في قولها 3 مرات في مرة واحدة، هل هو صحيح؟ هي قراءة معوذتين، الصواب معوذتين، قراءة المعوذات الحديث فيها نظر، قراءة معوذتين أثبت وأصح. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ودبر كل صلاة لا تختص بالفجر ولا بالمغرب، تقرأ مرة واحدة أيضا على الصحيح. الحديث 3 معلولة، حديث زيادة قل والله حديث فيها كلام، أصح الروايات قراءة المعوذتين دبر كل صلاة، لكن من قرأ قل والله أحد الحديث فيه مختلف فيه، وأنا شرحت لما قلت كان الحديث مختلف فيه، فالناس يتركون يعمل بما يرى أو من اجتهاد الآخرين، وإنما يتبين له الضعف يتركه. أما إذا كان الحديث متفقا على ضعفه، إذا كان الحديث متفقا على ضعفه فالإنسان لا يعمل به أصلا ولو كان فيه فضائل، لأنه إذا متفق على ضعفه إنما يعمل فيما اختلف فيه من الأحاديث. والأظهر في مجموع الروايات أن صحة مرة واحدة، وأيضا دبر كل صلاة. طيب شيخ، هل لهم دليل لقاب 3 مرات؟ إيه نعم، لهم دليل عند النسائي، عند النسائي الحديث، لكن يختلفون يصححونه وغيرهم يضاحكون.